بريد بريد، جبت لك البريد يا سلطان. أخيرا وصلت، الله يعطيك العافية. صندوق بريد مع سلطان القم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين. اليوم في صندوق بريدنا رسالتنا اليوم إن حنا لا بد أن نتعرف عن تفاصيل حصلت في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. دخول الرسول للمدينة أمر يحتاج إلى بعض المعلومات. أنت كمسلم تحتاج أنك أنت تعرف بعض المعلومات الدقيقة في دخول الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة. هذا راح يكلمنا عنه الشيخ صالح المغامسي، خلونا نسمع. فلما أقبل على المدينة كان ذلك ضحى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول للعام الأول من الهجرة على الصحيح، يكون قد تم له صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إن مولده في اليوم التاسع يكون قد تم له 53 سنة بالتمام والكمال. فدخلها صلى الله عليه وسلم من جهة قباء، أخذ ذات اليمين لأن عبد الله بن مريقط اخترق بهم وادي ريم إلى الآن في طريق الهجرة 50 كيلو عن المدينة. فدخل بهم من جهة قباء فأخذ ذات اليمين، وجهة قباء في عالية المدينة أعلاها واليمين منها، فجمع صلى الله عليه وسلم الحسنيين العلو واليمن، ونزل صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف في قباء، وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم ممن هاجر قبله قد سبقه إلى ذلك المكان. فلما رآه رجل من يهود عرفه، فصعد على أطم من أطام المدينة وقال: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظه. سمعت في المدينة الرجة والتكبير، الله أكبر، جاء رسول الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقام في قباء الاثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة على ما نختار. قبل أن يؤم الناس في الجمعة، قبل أن تزول الشمس، ترك بني عمرو بن عوف ومر على أبناء عمتهم بني سالم بن عوف فدعوه، ما أحب أن يفرق بينهم حتى لا يمتاز بنو عمرو على بني سالم وكلهم أبناء رجل واحد على إخوانهم لمجد الدهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي عندهم. فقبل أن ينزل في بني سالم بن عوف ليصلي الجمعة فقط، فكانت أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في المدينة. وقباء أسسه صلى الله عليه وسلم، وضع لبنة، فتبعه أبو بكر، تبعه عمر، قال الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. فمكث في بني عمرو بن عوف من الاثنين إلى الجمعة، ثم مكث في بني سالم بن عوف. بعد أن تجاوز الوادي الذي صلى فيه الجمعة، وادي رانناء، وأتى على المدينة، تأتيك ثنية الوداع الجنوبية على الصحيح التي كان يودعون عندها الذاهب إلى مكة. هنا خرج الناس لاستقباله، لأن في الأول لم يكن الناس يعلمون أنه قد أتى فجأة، يعني تحديد الوقت. لكن لما قام عليه الصلاة والسلام وانبعثت به راحلته من بني عمرو بن عوف، علم الناس أن سلم سيدخل المدينة، فصلى الجمعة ثم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. قال أنس: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنهار منها كل شيء، والصبية والولائد والغلمان على أصلح المنازل، يقول بعضهم لبعض: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، هذا محمد. وسمعت في المدينة الرجة والتكبير: الله أكبر، جاء رسول الله. وقد بعث عليه الصلاة والسلام إلى أخواله من بني النجار يريد أن يكرمهم، فجاءوا متقلدي السيوف فرحين أن هذا الرجل الذي الآن كل القلوب تحبه أنه منهم وأنهم أخواله. فأخذوا متقلدي السيوف يحيطون بناقته القصوى وهو عليها، كلما مر على دار قالوا: يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة والعز والمنع، قول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، ويحب أن يخالط الناس ولا يظهر شيئا من الكبر الذي لم يكن أصلا موجودا في قلبه. فيقول وينظر إلى الولائد والصبية: أتحببنني؟ فيقولن: نعم يا رسول الله. فيقول: وأنا والله أحبكن. اللهم صل وسلم عليه. طبعا حق لهم أن يفرحوا بهذا المقدم الكبير، هذا المقدم العظيم، وشرف ناله أهل ذلك الزمان والمكان بأن قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم تلك الفرحة، وحق لهم
ذلك الشعور بمقدمه عليه الصلاة والسلام. الآن هذا القدوم صاحب الفضيلة الشيخ صالح من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم خلوا يعني الناقة مأمورة، ففيه أيضا درس وفيه تعليم لهم منذ لحظة القدوم. نعم، هو لو جاز لأحد أن يبكي على شيء فاته في الدنيا قدرا، يبكي الإنسان على أنه لم يكن من أهل المدينة يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله لنا ولكم أن لا يحرمنا الفرحة بلقائه في الجنة صلى الله عليه وسلم. كما أنه بهذا العطاء العظيم أحب أن لا يفرق الناس، فلو قبل دعوة الخوس لقالت الخزرج ما لأهم علينا من أول يوم، ولو قبل دعوة الخزرج لقالت الأوس ما لأهم علينا من أول يوم. هذه الفائدة سمعتها من شيخنا الشيخ عطية محمد سالم غفر الله له ورحمه، وهي من كنوز العلم، ولا أدري أهي علم ففأه الله عليه أم أخذها عن غيره. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم تحرج أن يقبل دعوة أحد، وقال خلوا سبيلها أي الناقة فإنها مأمورة، فإذا كانت ناقته تسير بهدى من الله فكيف به صلى الله عليه وسلم. حتى بركت في موضع المسجد اليوم ولم ينزل، ثم قامت وجعلت جولة، ثم عادت إلى مبركها الأول فبركت، فنزل صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أيوب قد وفق وأخذ متاعه صلى الله عليه وسلم ووضعه في داره، فسأل عليه الصلاة والسلام عن رحله، قالوا في دار أبي أيوب، فقال صلوات الله وسلامه عليه المرء مع رحله. فكان هذا نزول نبي الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته المباركة. بعد سمعنا هالقصص وهالتفاصيل تشعر أحيانا أنك أنت انتقلت من هذا العصر إلى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتمنى وكنا دائما كنت أسمع الكلمات اللي الواحد يقولها، اللي يقول صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم، فأي فضل نحن فيه أن رسولنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله في هذا الوقت المبارك أن يجعلنا دائما ملمين وعارفين بتفاصيل كان يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. دمتم بخير. سلطان الكم، صندوق بريد مع سلطان القمر.